مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من العربي بوست: الحرب تقترب من منازلهم، أهل في الحديدة يتساءلون إلى أين نذهب. ومن عدن الغد: النازحون في أبيان ينتظرون من يعيدهم إلى مناطقهم. ومن البي بي سي وفي جولتنا الرياضية: خسارة تاريخية لألمانيا وبداية متعثرة للبرازيل. أهلا بكم. مع أنهما كانا في طريقهما لتمثيل اليمن في محفل دولي، إلا أنهما تعرضا لما يحدث لكل مسافر من صنعاء، حيث تقدم ميليشيات الحوثي على إعاقة حركة المواطنين في وطنهم. وقال تقرير نشره المصدر أونلاين أن الطفلين يوسف الحميري وإلياس العامري تعرضا للإيقاف في عشرات النقاط الأمنية التي أقامها الحوثيون ولأكثر من نصف ساعة كل مرة. والطفلان ذهبا لتمثيل اليمن في فعاليات كرة القدم لأجل الصداقة بموسكو بالتزامن مع بطولة كأس العالم. وخلال رحلتهما من صنعاء وبعد 48 ساعة وصلوا إلى منطقة شحان اليمنية قرب المنفذ العماني. بقوا 4 أيام بانتظار الحصول على تأشيرة مرور إلى عمان قبل أن يتدخل مواطن عماني لاستخراجها مقابل 250 دولار لكل تأشيرة. ويذكر التقرير بالحادثة الشهيرة وفق وصفه لرحلة المنتخب اليمني لكرة القدم، حيث غادر في يونيو 2015 برا من صنعاء إلى المخا قبل أن يستقيل سفينة لشحن المواشي إلى جيبوتي في رحلة استمرت 18 ساعة قبيل مواجهته لمنتخبي كوريا الشمالية والفلبين ضمن تصفيات كأس العالم وأمم آسيا. عدن الغد تابع أوضاع النازحين في أبين من مناطق الصراع وزار مخيم وادي القرنعة بمديرية خنفر محافظة أبين، والتقى عددا من النازحين وفي أحاديث متفرقة شكوا ما يعانوه من إهمال منظمات الإغاثة لهم وعدم توفر الخدمات الاجتماعية من المياه والكهرباء والخدمات العلاجية. قال الموقع إن النازحين أبدوا استعدادهم للعودة إلى مناطقهم التي تم تحريرها، لكنهم عاجزون عن توفير تكاليف العودة. وزادت الأمطار التي هطلت قبل أيام من سوء حالتهم، حيث يعيشون في أكواخ من القش. كما وجه النازحون دعوة إلى محافظي أبين اللواء أبو بكر حسين سالم والمنظمات الإنسانية والإغاثية للالتفات إلى وضعهم وإنقاذهم مما يعانوه من صعوبات قاسية بالنظر إلى حالة الفقر التي تلفهم. ماذا يقرأ اليمنيون اليوم؟ والسؤال في غاية البساطة ربما، غير أن الإجابة عنه في غاية الكآبة وفق ما يقوله الكاتب حسن عبد الوارث في مقاله المنشور بيمن مونيتور مضيفا: لا شيء حقيقيا ولا شيء جديرا بالذكر، وقد يبدو الاستثناء الوحيد هو ما يتمكن بعض القراء من قراءته إلكترونيا عبر مواقع تعنى باحتواء الكتب في شبكة الإنترنت عبر تنزيلها بنظام PDF. فالوسائط المتعارف عليها في الحصول على الكتاب لم تعد متوافرة في اليمن منذ اندلاع الحرب فيها قبل 3 أعوام. لا حركة استيراد ولا معارض كتاب ولا إصدارات تخرج من المطابع المحلية التي توقفت عن الدوران، فيما المكتبات لم تعد مكتظة بالكتب والمجلات الثقافية الرصينة إلا ما كان معروضا فيها أو موجودا في مخازنها منذ العهد السابق للحرب التي شلت عصب الحياة في هذه البلاد. وقد تتواتر الأخبار عن إصدارات جديدة في هذا العالم، غير أنها مستحيلة التوافر في سوق الكتاب اليمنية، لأنها ببساطة صدرت من الخارج الذي تحجبه عن اليمن هذه الحرب التي قطعت سبل الاتصال والتواصل عبر منافذ البر والبحر والجو. حتى أولئك الكتاب والأدباء اليمنيون الذين صدرت لهم كتب هناك لم يتمكنوا من الحصول على نسخة يتيمة من مؤلفاتهم. أما بساطات الكتب المستعملة التي كانت تزدان بها شوارع صنعاء وعدن ومدن أخرى فقد باتت شحيحة الزاد والرواد جراء الأسباب ذاتها التي أصابت المكتبات الخاصة والعامة. وإن توافر فيها أحيانا بعض ما يستحق، لا تتوافر القدرة الشرائية لدى الغالبية مهما كانت الأسعار معقولة.
فالشخص الذي قطع برابرة الحرب راتبه الشهري أو دخله الثابت أو رزقه الدائم لا يمكنه أن يقايض ثمن اللقمة سعر كتاب مهما رخص هذا السعر. وليس سراً أن كثيراً من المثقفين بينهم أدباء وكتاب سعوا إلى بيع مكتباتهم الشخصية ليتمكنوا من إطعام أطفالهم، غير أنهم اصطدموا بحقيقة مريرة: عدم قدرة أحد على الشراء. إنه ربيع البارود وخريف الكتاب. إلى محافظة الحديدة، حيث تعنون صحيفة الأيام: الحوثيون يشيدون متارس في طرقات أو يشيدون متارس في طرقات الحديدة. قال مواطنون وشهود عيان في الحديدة: الحوثيون بدأوا بإغلاق بعض الشوارع استعدادا لمواجهات مع ألوية العمالقة والمقاومة التهامية والجنوبية المدعومتين من التحالف العربي. وقالت الأيام أن مواطنين التقطوا العديد من الصور لطرقات حيث تم حفر الإسفلت فيها وإقامة مصدات تقطع الطرقات، مثل الطريق المؤدي إلى كيلو 16 بالقرب من مبنى الجوازات في كيلو 7 بمدينة الحديدة. تتابع الصحيفة: هذا وقد منيت ميليشيا الحوثي بهزائم مريرة في الأيام الماضية، وتواصل القوات المشتركة زحفها وسيطرتها على الحديدة تدريجيا. في شارع جمال وسط مدينة الحديدة غربي اليمن، تجمع العشرات من مسلحي جماعة الحوثي بالقرب من مدرعات حديثة ومن خلف ستارة نافذة منزلها المطل على الشارع. كانت بدرية سنان طبيبة الأسنان تراقب الموقف بتوتر. هذا ما افتتح به عربي بوست تقريره عن مدينة الحديدة متابعا: الأخبار الواردة من جنوبي المدينة تتحدث عن معارك عنيفة بين الحوثيين من جهة والقوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربي من جهة أخرى، وتبقى مسألة انتقالها للمدينة مسألة وقت. تحاول بدرية لملمة أغراضها مع طفليها وزوجها استعدادا للنزوح إلى منزل شقيقها في مدينة إب وسط البلاد، فهي كما تقول: الحرب لا ترحم أحد ولا بد من طريق للنجاة. نزوح بدرية من منزلها صنع حالة من الكآبة والحزن لجيرانها الباقين في منازلهم. حاولت أم وجدان أن تقوي من عزيمتها أمام أطفالها وتطمئنهم بأنه لن يحدث شيء وأن القتال سيدور في جنوبي المدينة فقط. تقول للعربي بوست أنها ستبقى مع أسرتها في المدينة: نحن لا نستطيع أن ننزح، ليس لدينا المال وليس لدينا وجهة، وإذا كان مكتوب لنا الموت فليكن في بيوتنا، سأحاول أن أطمئن أطفالي. وحسب ما تقول بأن كل الناس في الحديدة بسطاء لا يملكون حتى مخزونا من الغذاء في منازلهم، لذلك سيستمرون في مواصلة حياتهم. ويتفق معها عبد الجبار سعيد بأن الحياة ستستمر حتى يصل القصف إلى منازلهم. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. بقليل من التأمل تكتمل الصور. أجندة، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. في جولتنا بين أهم ما قالته الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليوم، نطالع من صحيفة ليك بغيس الفرنسية عنوان بارز: تبادل لإطلاق النار بالقرب من الحديدة واستمرار بعثة الأمم المتحدة. وفقا للصحيفة، فقد تبادلت القوة الحكومية والمتمردون في اليمن النار بالقرب من مطار الحديدة وعلى الطريق الساحلي في اليوم الخامس من الهجوم الذي يخشى فيه على مدنيين يعانون بالفعل منذ أكثر من 3 سنوات من الحرب. ومع ذلك، وفقا لتقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس،
يبدو أن هجوم القوات الحكومية لاستعادة هذه المدينة يمضي قدما في الوقت الذي تستمر فيه مهمة المبعوث الأممي للأمم المتحدة مارتن جريفيث الذي يجري محادثات حول الحديدة. تضيف الصحيفة من خلال ميناء الحديدة تمر المساعدات الإنسانية الدولية التي يعتمد عليها جزء كبير من سكان هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية من أجل البقاء. أنا فزع مما تخبئه لنا الأيام القادمة، تختزل هذه الجملة كل الخوف الجاثم على صدر محمد الشاب اليمني العامل بمنظمة الإغاثة كير انترناشونال، وهي واحدة من منظمات الإغاثة الدولية القليلة التي ما زالت تعمل في مدينة الحديدة حيث تدور معارك طاحنة. ووفقا للتقرير الذي نشرته الجزيرة نت بعنوان من الحديدة صيحة فزع من قادم الأيام، فإن محمد الذي لم يفارق مدينته أبدا يقول: عشت طوال حياتي هنا، لكنني اليوم أخشى مما قد يحدث لنا، فالطائرات تحلق في السماء وبدأ القصف منذ الأربعاء في صباح ذلك اليوم. أحصينا أكثر من 30 ضربة جوية في نصف ساعة، وقد كان الصوت مخيفا لم أسمع مثله قط. يضيف: اندلعت الحرب قبل 3 سنوات وتردى الوضع بسرعة، وأصبح أهل الحديدة يكافحون من أجل البقاء، ومع الهجوم الحالي ازداد الأمر سوءا. يتابع: في كل عائلة عانى شخص أو اثنان على الأقل من حمى الضنك في الأشهر الأخيرة. عن زمن المغردين ووسائل التواصل التي لا يمكن إيقافها، كتب غسان شربل مقاله في الشرق الأوسط مضيفا في جزء منه: هذا زمن المغردين، من دونالد ترامب إلى مقتدى الصدر مرورا بسعد الحريري وأنور قرقاش. لم يعد السياسي يحتاج إلى حديث صحفي طويل أو إطلالة تلفزيونية مديدة، تكفي بضع كلمات جذابة وإن كانت لاسعة في توقيت مناسب تسري كالنار في الهشيم. ليس بسيطا أن يختار زعيم الاقتصاد الأول في العالم والقائد الأعلى لأقوى جيش في التاريخ مخاطبة العالم عبر تويتر، حفنة كلمات منه يمكن أن تقلق الخصوم والحلفاء وأن تهز الأسواق والبورصات. فرض ترامب أسلوب التخاطب في القرية الكونية والتحق به كثيرون، وتويتر فرصة تعبير وترويج وتشويه، إنه مكان نموذجي لنشر الغسيل خصوصا حين لا يكون ناصعا. حين جئنا إلى هذه المهنة الشائكة كان الرقيب يعتقل الصحيفة ويحرمها تأشيرة المرور إلى القارئ، وكان يمنعها من دخول البلاد بسبب عبارة أو مقال أو جملة تبطن التباسا. غيرت الثورة التكنولوجية قواعد اللعبة ودفعت المقص والقلم الأحمر إلى تقاعد إلزامي، حولت كل مواطن صحفيا، واتسعت دهاليز وسائل التواصل الاجتماعي للجميل وما لا يشبهه وللصحيح ونقيضه. عصفت الثورة بالصفحات والشاشات بوزراء الإعلام ورؤساء التحرير. أوضاع تلاميذ الشهادة العامة في محافظة الحديدة اليمنية لا تسر، مقدمة اختارتها صحيفة العربي الجديد، حيث يعيشون ظروفا صعبة ويترقبون بدء المعارك ويخشون أن يؤثر الأمر على عامهم الدراسي، كما أن انقطاع التيار الكهربائي والحر الشديد عاملان سلبيان إضافيان. تلاميذ الشهادة العامة في محافظة الحديدة يستعدون لخوض امتحانات العام الدراسي 2017-2018 وسط خوف من وصول الحرب إلى المدينة، في ظل التقدم المتسارع الذي تحرزه القوات التابعة للحكومة الشرعية. سمير عبد الماجد التلميذ في الصف الثالث ثانوي يقول أنه يشعر بالقلق حيال جراء تداعيات الحشد العسكري لاقتحام المدينة، في ظل الاستعدادات لإجراء الامتحانات النهائية للشهادة العامة التي من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو المقبل. ويضيف: لا أدري ما الذي سيحصل خلال الأيام المقبلة، الامتحانات قريبة وقد استعديت لها، أخاف أن يذهب تعبي هباء وتضيع سنة دراسية في حال لم تجري الامتحانات بسبب الحرب، فيما تضطر عائلات كثيرة إلى مغادرة مدينة الحديدة إلى محافظات مجاورة أخرى ليكون تلاميذ الثانوية العامة في هذه الأسر من أكثر المتضررين جراء هذا النزوح.
ترامب، هل سيترك أمريكا جريحة منقسمة؟ تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: يبدو أن الرئيس ترامب سيدخل التاريخ من الباب الواسع. لقد دخل التاريخ لأنه فاجأ العالم والأمريكيين بوصوله للبيت الأبيض بالأساس، ودخل التاريخ من خلال لغته الغارقة بالسوقية التي لم يعتدي المواطن الأمريكي على سماعها من رئيس سابق. لغة الرئيس حول المرأة وتجاه الذين يختلفون معه قلما يستخدمها القادة السياسيون. ترامب عملياً أول رئيس وصل للبيت الأبيض في ظل حملة عنصرية ضد الأقليات والملونين. إنه بلا منازع رئيس الخوف والقلق من الأقليات التي ستكون أغلبية ديمغرافية خلال عقدين ونصف. إن ترامب هو أول رئيس أمعن في إثارة مزيد من النزاعات في الوسط الأمريكي. لقد شق الأمريكيين على كل صعيد، بل إنه أول رئيس بدأ عهده بمنع المسلمين من رعايا دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة، وقد نتج عن ذلك حراك مجتمعي أمريكي كبير لمنع تطبيق هذا القرار. ترامب أول رئيس ترفع ضده الكثير من القضايا، فبمجرد انتخابه بدأت القضايا والتحقيقات تلاحقه من كل مكان. فهناك قضايا تتعلق بعلاقته وعلاقة فريقه في الحملة الانتخابية مع روسيا، وقضايا تم رفعها من قبل سيدات اتهمن الرئيس بالتحرش. وقد تطور الأمر لأنه أصبح مطروحاً في كبرى المؤسسات الإعلامية. ترامب هو أول رئيس أمريكي يثير حوله زوبعة كل يوم، فكل تصريح ينطق به ترامب يؤدي للإثارة. إنه رئيس الإثارة والانقسامات. فترامب هو أول رئيس أمريكي لا يملك رؤية ولا يحمل موضوعات جديدة للعالم، ولا يهمه مستقبل الأجيال الصاعدة أو مستقبل العالم والبيئة أو العدالة والإنصاف. إنه أول رئيس يكشف لنا وجها أكثر قبحا للولايات المتحدة. فترامب يمثل النقيض لقوة أمريكا الناعمة ولقيمها حول الديمقراطية والعدالة. وعن أجواء مونديال كأس العالم يعنون موقع شبكة البي بي سي: خسارة تاريخية لألمانيا وبداية متعثرة للبرازيل، حيث تلقى المنتخب الألماني حامل اللقب هزيمة مفاجئة أمام المكسيك في أول مباراة له في نهائيات كأس العالم بروسيا. المكسيك خطف فوزا ثمينا بهدف مقابل صفر من أبطال العالم في مباراة مليئة بالإثارة، جعلت المدرب الألماني يواكيم لوف يعيد حساباته أو يعيد بعض حساباته في مهمة الدفاع عن اللقب. وتعد هذه أول هزيمة للمنتخب الألماني في المباراة الأولى من نهائيات كأس العالم منذ 1982، عندما انهزمت ألمانيا الغربية سابقا بهدفين لهدف واحد أمام المنتخب الجزائري في مونديال إسبانيا. كما عجز المنتخب البرازيلي أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم عن إزاحة المنتخب السويسري من طريقه في المباراة الأولى وراضية باقتسام النقاط معه. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1978 التي لا يفوز فيها البرازيل بالمباراة الأولى من نهائيات كأس العالم. سحر الكرة المستديرة، والتي جمعت على حبها العالم في منافسة رياضية هي الأكثر شهرة وتألقا، وحول صور منتقاة لجماهير الكرة وبعض المواقف التي سجلتها عدسات المصورين في الملاعب، ننقل لكم هذه الصور من موقع الفيفا نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.